تحتاج منظمات حماية الطفل للعمل سوية في الأوضاع الإنسانية من أجل توفير استجابة متناسقة لإدارة الحالة بحيث تلبي على نحو آمن ومناسب احتياجات البنات والأولاد الأكثر عرضة للمخاطر، وتيسر الاستجابة المنسقة اتباع مناهج متوافقة ومطابقة للمعايير العالمية تضمن توافر الخدمات والتغطية الجغرافية الكافية بحيث تقلل من ازدواجية الجهود، وذلك من أجل الوصول إلى الأطفال والأسر بشكل أكثر فعالية. ويجب على جميع الفاعلين في إدارة حالة حماية الطفل المختلفين ضمن السياق الإنساني التعاون والعمل سوية من أجل تطوير إجراءات العمل الموحدة لتعزيز التنسيق بشكل جيد. وتسمح إجراءات العمل الموحدة لمقدمي الخدمات بتوحيد جودة خدمات ومناهج إدارة الحالة عبر جميع الوكالات ذات الصلة. ومن المهم تحديث إجراءات العمل الموحدة الموجودة مسبقاً وفقاً للسياق الحالي، كما يجب تجنب وضع إجراءات عمل موحدة موازية. وقد تكون هنالك حاجة إلى وضع إجراءات عمل موحدة مبسطة تركز على العناصر الأكثر أهمية في بداية الاستجابة الإنسانية لضمان جودة استجابة نوعية في الوقت المناسب. إلا أنه في جميع الحالات يجب مراجعة إجراءات العمل الموحدة وتعزيزها بانتظام مع تطور الاستجابة. وقد قام فريق عمل إدارة الحالة العالمي بوضع وثيقتين أساسيتين على المستوى العالمي لمساندة تطوير إجراءات العمل الموحدة على المستوى الوطني. إذ تشمل الوثيقة الأولى دليل الخطوات الخمس لتطوير إجراءات العمل الموحدة المشتركة بين الوكالات، والذي يركز على عملية تطوير إجراءات العمل الموحدة. وتتضمن الخطوات الخمس ما يلي: تقييم سبب الحاجة إلى إجراءات العمل الموحدة المشتركة للوكالات وتحديد الوكالات التي يجب أن تدخل ضمن هذه الإجراءات، تخطيط إجراء التطوير والمراجعة، الصياغة والتوافق والتوقيع على إجراءات العمل الموحدة، نشر إجراءات العمل الموحدة وتدريب الوكالات على استعمالها، مراجعة وتعديل إجراءات العمل الموحدة لتتناسب مع تغير الأوضاع. أما الوثيقة الثانية فهي عبارة عن نموذج لإجراءات العمل الموحدة الخاص بإدارة حالات حماية الأطفال، والذي تم تصميمه ليتم تحريره وتكييفه وفقاً للسياق ولمساعدة مجموعتك على صياغة إجراءات العمل الموحدة بطريقة أكثر كفاءة. ويتضمن هذا النموذج عدة أقسام، مثل التعاريف ونظرة عامة على الأطر القانونية وخارطة الخدمات وإرشادات الإحالة ومعايير الأهلية للقبول في نظام إدارة الحالة وتحديد الحالات ذات الأولوية. ومن الضروري جداً أن تشمل إجراءات العمل الموحدة إرشادات عن معايير الأهلية للدخول في إدارة الحالة وكيفية تحديد الحالات ذات الأولوية. ويجب أن يتم وضع معايير الأهلية من أجل تحديد الحالات التي ينبغي أن تستجيب لها إدارة الحالة، في حين تساعد إرشادات تحديد الحالات ذات الأولوية عامل الحالات على تحديد الحالات ذات الأولوية وفقاً لعوامل متعددة، مثل مستوى خطر الحالة والقدرات المتوفرة من أجل الاستجابة بشكل مناسب. وعادة ما يتم إعطاء الأولوية للحالات ذات مستويات الخطورة العالية والمتوسطة، مما يعني اتخاذ إجراءات فورية من أجل تقليل خطورة حصول مزيد من الأذى. ويجب أن تكون معايير الأهلية وإرشادات تحديد الحالات ذات الأولوية واقعية وواضحة، كما يمكن تعديلها مع اكتساب المزيد من المعرفة حول السياق والمخاطر التي يواجهها الأطفال. وستساعدك المرفقات E و F الموجودة في نموذج إجراءات العمل الموحدة على تطوير المعايير والإرشادات المناسبة لسياقك. ونظراً لكون الأطفال عرضة لمواجهة مخاطر متعددة، فإن ذلك يتطلب مجموعة متنوعة من الخدمات، كما أن هنالك حاجة إلى مسار إحالة متعدد القطاعات ومنسق بشكل جيد لتعزيز الوصول السري والآمن إلى هذه الخدمات. ومن المهم أن تحافظ الجهات الفاعلة في مجال إدارة الحالة على خارطة خدمات محدثة يتم من خلالها تحديد الخدمات الرسمية وغير الرسمية المتاحة للأطفال وأسرهم في أوضاع معينة وتحديد كيفية الوصول إليها. وقد تم أيضاً تضمين نموذج خارطة الخدمات في نموذج إجراءات العمل الموحدة.
كما يوصى بأن تقوم الجهات الفاعلة في إدارة الحالة بإنشاء فرقة عمل لإدارة الحالة من أجل صياغة هذه العناصر الضرورية الخاصة بإجراءات العمل الموحدة ضمن إطار الهيكل التنسيقي الأوسع لحماية الطفل. ويساعد نموذج الشروط المرجعية لفرق إدارة الحالة الوطنية الموجود أيضاً في نموذج إجراءات العمل الموحدة العالمية البلدان على تحديد هدف فريق عمل إدارة الحالة وتحديد الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوكالات المشاركة. فمن خلال تنسيق استجابات إدارة الحالة بين القطاعات والوكالات المختلفة تضمن الجهات الفاعلة في مجال حماية الأطفال وصول الأطفال الأكثر عرضة للمخاطر وأسرهم إلى خدمات نوعية والحصول على الدعم الذي يحتاجونه.